وأنا يوم بيوم تبقى حكاية وتبقى رواية في ضشواك البيت زي الغيلولة. لا مرة ثانية. بعدين انت من الصباح من وقتك شغلك جاري معاي في ورا في دم الرسوم بتاع المصاريف وما داري اتعبك اكثر من كذا. الله يهديك للزينة. لا انا مصر. انا مصر جدا بجري معنا فطور المكان. انا عارف العصيدة بملاحة التقلية والروب اللي بتعملهم خالتنا سعدية ما بتخلوا. العصيدة لا ستة العصيدة بتخلوا. لا 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 مصر انت الليلة حتتجبر معانا حتتجبر معانا. كتر خيرك وبارك الله فيك يا قاسم يا وليدي. والله العظيم الميتة بنت عمك دي أصلاً ما بتقرا الجامعة. دي حاجات بسيطة يا عمي يوسف. بسيطة للناس زيك يا وليدي. لكن زينا نحن زي عمك يوسف ده والله صعيبة وقاسية بالحيل. عمي يوسف أنتوا اللي بتقسوا الحاجات السهلة. كان عادي جداً ممكن تيجي تقابل إدارة الجامعة تشرح لهم إنه دخلك محدود وإنك بتدعو للأسرة في أطفال غصة. كانوا حيخفضوا لك الرسوم زي ما حصل معانا. أقدم على فرصك والفرصة اللي بتجيك استثمرها. وين الفرصة اللي بيستثمروا يا ولدي؟ كده نحن ندخل على الشركة أول. كده أنا أتصل على الحاجة لأنها بتكون منتظراني في الفطور وأقول لها أنا فاطر برا. آه عشان تديك الإذن مش كده؟ يا ما الإذن تديني خاطرة. ألو. لا لا ولا لقمه ما باخدتها في خشمي. لا بستناك لما تجي راجع.
انت عارف لك البراي ما بينفعني. لا والبينفعوا لك المنو يا كدنا فهمي. خلاص 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 انت جهزي القهوة وانا جاي حسا. وبعدين معك يا سعدية من راسك الناشف ده وطبعك الما داري تغيري وده. يا سعدية نحن ما خلاص كبرنا على المواضيع دي يا بنت. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. الاجتماع في مكتب السيد المدير يا قاسم. حاضر جدا. قول لهم دقائق بس وكون معك. يلا يا عم يوسف ندخل. فاتي ما وصيك. عم يوسف ده جارنا في الحلة وراجل عزيز علينا جدا وفي مقام الوالد. تفطرين وتونسيه وتضحكيه لحد ما اجي طالع من الاجتماع. ها؟ ما في اي مشكلة. الف مرحبا يا عم يوسف. تفضل. عاوزني افطر واقعد مع النسوان؟ جيب لي الفطور برا. يا عم يوسف كلها دقايق بس واجيك راجع بعد الاجتماع. بعدين فاتن دي زميلتنا في المكتب هنا واختنا. خلي المصاب احمد كلها دقايق واجيك راجع. فاتن ما تقصري معاه. انت ما عندك اي مشكله. امشي على اجتماعك مع المدير. تفضل يا عم ياسر. تفضل اقعد. اها نفطر هنا ولا نفطر في الكافتيريا برا؟ أوامرك شنو؟ ازيك يا خالتي سعدية؟ أهلا أهلا يا سوسن. والله بيت حلال حتى لك اللي قدامي وما قادرة آكل. ما بعرف آكل براي. عمك ضرب تلفون قال متأخر شوية وأصلا خرب طبعي كله كله. ما بعرف آكل براي والله. ما في أي طريقة يا خالتي سعدية. لا 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 لازم تمد يدك. قالوا قل العروض جفا. خلاص عشان خاطرك حاشي حتة من الفول. أنا ذاتي أشيل لي لقمة واحدة من الفول زيك. يلا أنت يا خالتي سعدية. عم يوسف مع قاسم في الشركة وممكن يتأخر عشان كده أنت وكلي. من إيدي بستناه متى ما يجي وأكل معه. أنت يا خالتي سعدية الإخلاص والوفل في جيلكم ده بتجيبوا من وين؟ شاهدنا في غنوات وشوفنا في المجلات بس ما قدرنا نطبقه في الزمن ده. لكن ده ما بشاهدوا في القنوات ولا بيقروا في المجلات. ده بيشربوا شراب. قلت لي منطقتكم وهلكم من وين يا فاتن؟ أنا ساكنة في الصحافة شري في الخرطوم هنا. لكن أصلا جزرنا في الشمالية منطقة صغيرة على النيل كده يعني. على النيل بالشرق ولا بالغرب؟ بالشرق ولا الغرب؟ بالشرق يا ربي ولا الغرب؟ والله أنا ما متذكرة يعني المسافة طالت. لكن تخيل ليه بالشرق؟ والله الناس اللي بالشرق والبالغرب كلهم فاهمين ومشكورين. الظهر عليك انك مشيت هناك انت. ابدا والله لكن النية فيه والقدم له رافع. تعرف يا فاتن؟ ايوه. عندنا واحد اخونا في الحلة متزوج مرة من منطقتكم دي. طبيعي بتحصل زيات يعني بين مناطق مختلفة وناس مختلفين فدي حاجة عادية وكويسة جدا يعني. والله والله ما طالباني حليفة يا فاتن. رغم فارق السن الكبير بيناتهم إلا إنهم عايشين مبسوطين وفي سعادة ونعمة نامن بقدر بمصر. الله ما شاء الله. أنت عارف إنه بنات كثيرة بتحب إنها تتزوج رجال كبار في السن. أول حاجة الواحد بيكون متوازن متريس عاقل يعني كل الحاجات اللي بتمناها بتلقاها فيه. عاطفته بتكون مكتملة. بيكون أب بيكون أخ بكون زوج. أنا شخصياً مع الرأي ده عكس بنات الزمن ده. الوحدة تعرس لها شاب لاهي وعابس لسه ملامح شخصيته ما اكتملت تعمل بيه شنو ده؟ أشرب العصير يا عم يوسف. تفضل. أنت والله ما طبيعي. بعدين ليه تعقل بيقبل لك الخزعبلات بتاعتك دي؟ والله أنا ذاتي كنت بعتبر خزعبلات لما سمعت الكلام ده من فاتن أول مرة. لكن وأنا بوصل عمك يوسف لموقف المواصلات بقت اتحولت ليقين ويقين راسخ جدا. أنت بتقول في شنو؟ الأسئلة المتلاحقة عن فاتن مرتبطة ما مرتبطة
في زول في حياته مخطوبة، يعني كلمة الإطراء والإعجاب اللي بتخلي زول يطلع من وقاره ويفقد تركيزه. يا أخي حرام عليك، عم يوسف ده آخر إنسان يطلع من طور يفقد وقاره. بعدين يا قاسم ما أي كلمة إعجاب بتعني التفكير في الزواج. والله يا أخي إلا قاسم ده يكون ما بيشعر ولا بيحس، وده شيء أنت بتستبعدي. أنا بستبعد الكلام اللي أنت بتقول فيه ده. بعدين أنت عارف وأنا عارفة كل الحلة دي عارفة شكل الإلفة والعلاقة الما عادية بين عم يوسف والحاجة سعدية. يا أخي ديل حتى التعبير عن عواطفهم تجاه بعض ما بيقلوا منه زي بقية الناس. كلمة يا قمر ويا ملكة ويا ملك يا أخي عادي قاعدين نسمعها إحنا الجيران. خايف الكون ده بنشوفه وكنا بنسمعه يكون ضرورة فرض في قلب الواقع الشيء الممكن والشيء المتاح والما في غيره، زي أحلام فقدناها ودفناها وما صدقنا إنها بتعود وبتدعي بخيالنا من جديد. عارفة يا سوسن؟ أيوة. زول زي عمك يوسف بعد الرقة والإخلاص والوفاء اللي بيعمل بها زوجته السنين دي كلها وإحنا شاهدين عليها، عارفة لو طلع زول بيكذب معناتها الدنيا دي عبارة عن كذبة كبيرة والناس دي كلهم كذابين. بعد كده أنا أمشي أفتح دكان يا فاتن. يمنو يا فاتن؟ لكن أنت ما فاتناني، في زول غيرك فاتني. ما تخجل يا حاج، الكبير تبي جهلك. وضعتك الله. وضعتك الله. ما تتأخر يا حاج، الله يعدل خطيوتك يا رب. السلام عليكم. مرحب 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 بالولد الأصيل، مرحب بزينة شباب الحي. يا سلام يا أخي، يا أخي أنت عملت فيني معروف ما عاد. والله يا ابني يا قاسم جيت لكم في الشركة دي تركت عن عمك يوسف انطباع ما ساهل أبدا. يا سلام يا سلام، الدنيا لسه بخيرة. الانطباع اللي أنت بتتكلم عنه ده أنت تركت أضعاف أضعافه عند الناس في الشركة هناك، خصوصا عند زميلتنا فاتن. يا سلام، دي الطهرة زي الملاك. اليوم كله بين كل كلمة والتانية عم يوسف عم يوسف عم يوسف. يا سلام، إنسان ما عادي، شخصية آثرة، شخصية محترمة جدا وهيبة، شخصية تدخل في قلوب الناس وتسكن برا راحة وبطمأنينة. بس أنا قلت لها إنه الاقتراب من شخصية آثرة وما عادية يفترض ما يتجاوز الخطوط الحمراء، يعني الارتباط والزواج. أنا قلت لها عم يوسف ده إنسان مرتبط ومتزوج وعايش في وفاق تام واستقرار مع زوجته. الوفاق والاستقرار والوئام اللي بتقوله ده وينه؟ بقول شنو يا قاسم يا ولدي؟ بس تم لي عمل الخير ده. بالله كيف يا عز الدين يا أخي؟ أخبارك شنو؟ والله يا أستاذ قاسم نحمد الله والله، لكن يا اخي انقطعت مننا يا اخي، كان ما داير لك عيش. تعال يا اخي خذ لك قيم خشمين وامشي. انت مراك عارف يا اخي الوظيفه والشغل، انت مراك عارف. اي والله والله فعلا. لكن ما شاء الله ما شاء الله، والله الفرن ماشي تمام التمام وجاذب زباين كثيرين جدا جدا ما شاء الله تبارك الله. كيف هذول؟ ده لانه احنا بنتعامل مع اسر راغيه ومطاعم حديثه في ارقى احياء العاصمه. ده غير كذا هذول والله حتى اللي جاني بيقعد يتعامل معانا. لكن ما شاء الله والله انتوا ذاتكم لانه توارثتوا المهنه دي ابا عن جد واجتهدتوا فيها، عشان كده النجاح كان حليفكم. كيف يا استاذ قاسم يا اخي؟ فوق للتاريخ اللي قلته ده، حب الزول اللي عمله وقنعته به ده اساس النجاح. Thank you.
يما الزول انا براي بجيب الزول انا هي يما الزول يما الزول انا براي بجيب الزول انا يما الزول انا براي بجيب الزول انا هي يما زول انا براي بجيب زول انا يما زول انا براي بجيب زول انا ان شاء الله دايما فرحان يما زول انا براي بجيب زول انا هي يما زول انا براي بجيب زول ما أعرف الأخبار الحلوة السعيدة دي كانت مخبية وين يا فاتن؟ الأخبار الحلوة والجميلة دي يا يوسف نحن كنا مخبيين منها اكتشفناها بعد ما العمر ما فضل فيه كثير العمر راح ويوسف محبوس داخل دائرة ما بتفوت طوله وعرضه افتكر دي ساعة الدنيا ساعة حياته الكلمة اللي بتطلع من اللسان ما بتطلع من الكلمة وطعم الضحكة في الشفايف زي الملح الدنيا دي يا يوسف فيها ضحك تاني طعمه تاني حاول تذوقه يوسف العشاء اتعشيت انت لسه بتفكر في قناعات عمك يوسف بفكر في القناعات والمبادئ المهلهلة بفكر في الواجهات الأنيقة اللي بتخفي وراها عوالم من القتامة والبشاعة يا اخي ما تظلم عمك يوسف وتحاسبه على حلم عابر كان يعيش حلمه حقيقة يفتش له يتعب عشان تحقيقه ما كل الناس بتحقق أحلامه كان يتنازل لحلم أقل منه حتى لو متواضع بيشبه قدراته وإمكاناته بدل ما كان يعيشنا في العوالم اللي عشنا فيها دي ونعيش فيها سنين طويلة ونسمع عبارات يا ست الدار ويا أميرة ويا ست البنات كان يستخدم أي عبارة تانية زي يا سجم يا بجم يا قشيرة زي عشرات الكلمات اللي للأسف بنسمعها في البيوت الظاهر إحنا ما حننتهي من الموضوع ده سوسن الموضوع ده يا دوب ابتدى نعم باختصار كده شركة بتنقب عن البترول في غرب السودان وفي تشاد وبوركينا فاسو ودلت النيجر ومالي وين؟ مدير الشركة دفعتي قرأ معي في الجامعة بالصدفة كده عرفت انهم دايرين مراقب عمال سوداني وكل المؤهلات المطلوبة الشهادة السودانية كحد أدنى تخيل لي انك شهادة سوداني مش كيف هذا خلصتها وخلصتها ب 65% المرتب أكثر من 2000 دولار في الشهر ده غير شنو بيت مؤسس كامل وعربية آخر موديل للمراقب ده غير التذاكر حقة السفر والإجازات وغير المخصصات والإغراءات اللي بتقدمها شركة البترول دي أنا طبعاً عارف أن أنت عندك قناعاتك وعندك عملك اللي بترتاح فيه وبتلقى فيه نفسك أنا قلت بس أحطك في الصورة وأنا عاد شنو هذول الأفراد ذاته والله بقت مين شغالة والناس خلوا العيش بقى وعين الكسرة والقراصة يا أخي اللي بنسوي فيه ده والله سترة حال ساكت عز الدين هاي عندك جواز سفر؟ إلكتروني راسم؟ ممكن توريني؟ أنت حتستفيد شنو؟ من التلصص وراء قناعة الناس؟ عايز أصل لحقيقة إنه إحنا بنمثل على أنفسنا وبنمثل على الحياة وبنعيش بقناعات هشة قناعات قابلة للتغيير والتبديل في أي لحظة عارفة حاجة مخجلة إنه نرسم خارطة حياتنا بقلم رصاص وفي آخر القلم ستيكر الناس مجبورة
كثير من الأحيان أني نحن قالوا نعذر. فاتن إحنا ما بنعيش الحياة دي أداة واجب، بنعيشها واجب حقيقي وفيه تفكير وتخطيط وتركيز وقراية للواقع وللمستقبل. الحياة اللي بتنتهي وتعتمد على الصدف والنهايات السعيدة دي زمن انتهى. لكن يا قاسم انت ما ممكن تحكم على نموذج ولا نموذجين، في ناس كثيرة بتختلف من نماذجك دي. طرحني نشوف نشوف. الحاج هاي ما تقبل علي بجاي وتتكلم معاي؟ زول مقبل على المراية وبعاي، ما شفت لك زول قاعد يحلق قبل كده في دقنه؟ الحاج اللهم طولك يا روح، انت اليومين دول ما طبيعي. مالي؟ ما طريقت الزمان ولا كلامك الزمان. البحر بيصفى ويعكر. وانت بحرك العكر وشنو؟ انا بحري صافي عكران بحرك انت. انا سافر البلد غيري جو شويه، اخذ لك شهر شهر ونص مع اهلك وتعالي. الشهر $2000 يعني قول قد الواحد اخذ له 5 سنين. لا اله الا الله، ما ببقى عز الدين النفطي. الله يلاك. عموما الكلام اللي قلته لك وللمرة الأخيرة حاعيده لك ولمصلحتك، النادي المنافس وعد انه يدفع $2 مليون كاش داون. الكلام ده انا بقوله لك لانه انا من اقطاب النادي من الاداريين فيه. بس يا استاذ قاسم اهم حاجه القروش كاش، شيكات ما في. بالضروره يا استاذ قاسم نقعد ونتناقش في امور ملحه بالمناسبه دايره بحث ونجد لها بعض الحلول. يعني بخصوص شنو يا عم محمود؟ اهي يعني في اطار الهم العام والعمل العام، وطننا الصغير ده نحن نزرنا له كل عمرنا ونفسنا وكتنا، البلد محتاجه لنا يا باسل. اكيد اكيد. خلاص شايل موري معاي في البيت، زول بمقدراتك وكفاءتك وعلاقاتك الواسعه لازم يكون عضد وسند للجنه، وده كله بيسخر لخدمة الوطن والجماهير. أنا ما عندي أي مانع من أي مكان وأي زمان أخدم البلد. خلاص المغرب في البيت، نضع النقط في الحروف ونشوف نوعية المشاركة والمساهمة إن شاء الله. طيب يا أستاذ قاسم. طيب شنو الحركات دي يعني؟ كانت تتصلي علي، اصل شقاوتك دي ما بتخلي عندي. كانت تتصل تقول لي نزار خطيبي جاي معي، كانت رشاوكم المواطن دي كلها ورود. يكفي انكم فرشتوا لنا قلوبكم بالورود. بس اوعى يا نزار تكون شبه الرومانسيه دي منها. للاسف طبعا. بيقول له اسف طبعا؟ طبعا انت محظوظ يا نزار انك خطبت لك اموره بالروح دي. طبعا عفربة خالي سعيد دي انا بعرفها من هي صغيره. انا عارف روحي اني محظوظ. وانا عارفه نفسي ما نزار شيل حلاوه. عايزكم يا اخوان 5 دقائق واجيكم.
راسم. اسمعني، معي عفربي الخالي سعيد ومعاه خطيبة. هاي عليك الله ضروري تجيب معك لحمة من السوق. احتمال؟ احتمال تعشوا معانا. خلاص اسمعني طيب، يلا برضه اخشى لي اي حلواني جيب لنا منه يعني باسطة بسبوسة كده. خلاص يلا طيب ما تتأخر. طيب أحسن موضوع غنعادة ما تتكلم عن يا قاسم، لأنه بالطريقة دي الرغيف حينعدم وحتموت بالجوع. يلا فاتني يا عم يوسف بيت زي الفراشة، في خفة روحها وخفة دمها. إنسانة مرات كتير بقول إنها اتولدت عشان تبعث الأمل والجمال في نفوس الناس وتدي الحياة طعم مختلف ولون مغاير. انت سعيد يا عم يوسف، لانه الفراشه دي حتحلك في بستانك وبس. عم يوسف عندك صلصه؟ قاسم يا اخي ما ممكن، اقعد مع الشباب ده شويه كده وامشي، اقعد لك حبه كده وامشي. واعمل شنو انا لسواق القطر اللي استغنوا عن خدماته ده بعد ما السكه الحديد اتدخلت وجانا هنا بقى رئيس اللجنه بتاعت الحي؟ ما تمشي، شوف لك اي اعتذار مناسب الموضوع انتهى. لو ما مشيت انا حتكون المشكله اكبر، لانه حيجي هو هنا ويقعد ساعه كامله يحكي لي عن نفسه وساعتين عن الاهميه الراهنه للمرحله التاريخيه للجنه الحي، وثلاث ساعات عن الاستراتيجيه بتاعت اداره لجنه الحي، واربع ساعات عن محمد، وخمس ساعات عن علي، وست ساعات عن وداع. اقول لك كلام؟ انا حوصل لك الفواكه دي وفتحت قلبك. معلش يا شباب، انا كان مفروض اقعد اتونس معاكم وندردش شويه كده، لكن عندي موعد مهم جدا. لا المهم بالنسبه لنا نحن موعدنا يا استاذ قاسم. ايوه يا استاذ قاسم، نزار عامل له عزومه للاسره والاصغر، رحله صغيره كده. يا ريت يا ريت يعني تشرفنا. حاضر، يشرفني جدا. اي طلبات اخرى؟ اي نزار، جيب لي عليك الله ورقه وضمغه عشان ندي الاستاذ يرقص. تريكم السلام عليكم. يا هذول هوي بين البائع والشارع يفتح الله، ويا هذول فرن قدامك. تعرف يا أستاذ قاسم، لا يخفى عليك يعني العمل العام في الأساس بيعني تضحية ونكران الذات. أكيد أكيد، إحنا الواحد فينا كان يمرق من الصباح مع شروق الشمس، ما يجي راجع إلا مع هزيعة أخير من الليل. الأسرة، تربية الأولاد، دخل لنا أول الزوجات، نعمل شنو؟ جسامة التكليف والرغبة في تطوير الحي وازدهاره بتتطلب كده. عم محمود، نعم، رأيك شنو قبل ما نتناقش في الشأن العام نتناقش دقيقة دقيقتين كده في الشأن الخاص؟ أنا عندي موضوع دار أناقشه معك. مالو؟ الخاص جزء من العام، والفرد جزء من المجتمع، المنظومة واحدة، ولا شنو؟ عايز تقول شنو يا قاسم؟ عايز تقول شنو؟ قول، أنا سامع. أيوة، عمان، سلطنة عمان. ما لا سلطنة عمان، نسمع عنها كله خير يعني. حصل فيها تحديث كبير جدا بصورة مذهلة في قطاع النقل بتاع السكة الحديدية، قاطرات بتعمل بطاقة الكهربائية، سكك حديدية تضاهي حتى الموجودة في أوروبا. أنا هتكلم مع زول هو كل خبرته وكل مجال عمله في السكة الحديدية، أكيد بتفهم أكتر مننا. يا سلام يا سلام يا قاسم، على أيام السكة حديد، أيام الوساع أم كويكا أم روابة، الغبشة ودعشانة
مروابة، الدبيبات، الفولة، بابا نوسة، نيالة، واو، يا سلام يا سلام يا قاسم. محمود ود وداعة لما كان يجي ماشي وخاشي محطة من المحطات ديل بالديزل بأربعين وخمسين عربية، الناس كلها كانت بتضبط ساعتها عليهم. لا ليت أيام قطار تعود. تداولت مجالس المدينة عن أحاديث مليارات ومحاولات تدور في الخفاء لتغيير وجهتك الغادم، هل تنفي أو تأكد ذلك؟ أمتنع عن التعليق. عارف يا عم محمود، أنا صدفة كده عرفت من بعض معارفنا اللي بنتعامل معاهم ديل إنهم عايزين خبرات زي خبرتك دي في السلطنة هناك، عقودات عمل، وإنت طبعا أول زول أنا فكرت فيه عشان أتيح له فرصة العقودات المجزية والمغرية دي. بس لكن للأسف يعني. أسف على شنو يا أستاذ قاسم؟ يعني قصة العمل العامل شاغلاك وشايلة وقتك كله ومكبلاك ومقيداك دي. العمل العام حق شنو يا قاسم؟ الخاص أهم. دي صفقة ما بتتكرر في العمر تاني. بعدين نحن ناس عندنا مسؤوليات وعندنا تربية أولاد والتزامات. عليك الله يا قاسم، اتوصى بأخوه. لا إن شاء الله إن شاء الله. بعدين في معلومة مهمة أقولها لك، قطارات ديزل، قطارات كهرباء، كله بنسوقه. وين عربتك؟ والله يا اخي عطل بسيط كده، هتاخد عندنا الميكانيكي يومين كده. وبتمشي المواصلات؟ عادي. معقوله؟ معقوله يا اخي، اركب 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 ونوصلك. انت بتخدم في عملاء الشركه دي يعني ليك زمن، وجات الفرصه نرد لك الحياه البسيطه اللي انت كنت بتعمل لي. اركب. بس انا ما ماشي الشركه، ماشي الحدائق. حتى ولو حديقه بابل المعلقه انا بوصلك ليها. اركب. دي غناتك؟ لا 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 ما في مشكله. شكرا لك. يلا اساس خيرك يا اخي، شكرا جزيلا يا اخي. بارك الله فيك شباب. سلام يا شباب. لا منطقة جميلة جدا، يبدو انه اللي اختارها زول فنان. ازيك يا نزار؟ اهلين استاذ قاسم، تفضل. ازيك يا عفراء؟ عفراء عفراء. اهلا يا استاذ. ازيك؟ كيفك؟ تمام؟ تمام. ما
اسمه هشام، هشام عبد النبي، بيمتلك عدد من الشركات الخاصة في الخرطوم هنا وفي لندن. مع أنه درس تخصص نادر في أرقى الجامعات العالمية، لكنه اختار يدخل عالم البيزنس وحقق فيه نجاح باهر. يعني حياته في السودان هنا ممكن تقول عليها أيام بس، باقي السنة بيكون لافي حول العالم. أنا صريت عليه، قلت له يا أخي أنزل وشوف الناس وتعرف عليهم وسلم عليهم، لكنه اعتذر لضيق الوقت. الثواني عندها قيمتها عند ناس زي ديلي عفرة. المشكلة الوحيدة اللي استعصى حلها على هشام حكاية البت اللي بتناسبه كشركة حياة. طبعا حاجة غريبة يا قاسم، قصة البدايات اللي بتجي في النهايات دي. ما فهمك. ما عارف اقول لك شنو، بس حقول سبق السيف والعزل. عارفة يا عفراء، انت البت الوحيدة اللي بتناسب هشام عبد النبي. انا؟ يا عفرا عن السمكة دي ظريفة كيف؟ فشلة؟ شنو يا اخوانا عاملين تجمعات وعاملين لنا هنا لما ان شاء الله خير؟ خير، منتظرين استاذ قاسم. استاذ قاسم يا اخي، استاذ قاسم ده الشركه ودته مشوار بعيد، نقلوه وانا اجرته من البيت. اي سؤال؟ الا ذاك اللي ما تعملوا لنا لما وتعملوا لنا الجوطه هنا، لانه احنا اساسا عندنا هنا عندنا ناس عيانين وعندنا ناس تعبانين. ها انزلكم. احنا كذابين؟ اي نازل منتظرين احنا
غيرك ناس بالهمة العالية شادوا الميت العالي صروح بكرة نادي وعدي أخضر بكرة ناني والحسرة تروح والحسرة تروح تروح.